مساء الخير. البداية مع تقارير بنك عودي لنشرت إحصاءات التجارة الخارجية بلبنان لشهر كانون الثاني من عام 2013، واللي أظهرت أن العام الحالي استهل بنمو ملحوظ بحجم التجارة الخارجية بدعم من ارتفاع الصادرات 16.4% والواردات 13.2% بالمقارنة مع كانون الثاني 2012. ليسجل حجم التجارة الخارجية نمو ب 13.8% بكانون الثاني 2013 بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2012 ليبلغ 2.1 مليار دولار، وترتفع العجز التجاري بلبنان 12.2% بالمقارنة بين هالشهرين. أما التدفقات المالية الوافدة اللي بلغت 1.6 مليار دولار بكانون الثاني 2013 فعوضت العجز التجاري ليسجل ميزان المدفوعات فائض ب 383 مليون دولار مطلع عام 2013. ومن جهة أخرى ورد بنشرة عودي أن قطاع السياحة بلبنان لا يزال عرضة للتجذبات الداخلية ولتداعيات الاضطرابات الإقليمية. وفق آخر أرقام الصادرة عن وزارة السياحة، عدد السواح بلبنان تراجع 15.4% بكانون الثاني 2013 بالمقارنة مع كانون الثاني 2012 نتيجة التوافد الضعيف للزوار العرب واللي بشكله 40% من إجمالي عدد السواح بلبنان. وبحسب الأرنست أند يونغ، معدل إشغال الفنادق ببيروت سجل 49% بكانون الثاني 2013 بتراجع 11% عن شهر كانون الثاني 2012. عربيا، كشف مصدر مسؤول بصندوق النقد الدولي عن عدم رضا الصندوق عن برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تقدمت فيه مصر الأسبوع الماضي لإدارة الصندوق للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وبحسب المصدر، البرنامج المصري ما بيحقق المطلوب من الصندوق النقد الدولي، وتحديدا حول الالتزام بتخفيض معدلات عجز الموازنة والدين العام بشكل مرحلي. وألمح المصدر لصعوبة إتمام مفاوضات القرض إذا استمر البرنامج بنفس بنوده الضعيفة. أوروبيا، سجل معدل البطالة بفرنسا أعلى مستوياته بأكثر من 13 سنة بالربع الأخير من 2012، مما بيكشف عن التحديات اللي بتواجهها الحكومة الفرنسية للوفاء بتعهداتها لوقف مشكلة البطالة نهاية 2013. وبلغ معدل البطالة بين الفرنسيين 10.6% بارتفاع للربع السادس على التوالي باقتصاد انكمش ب 0.3% بثلاث أشهر الأخيرة من عام 2013. إلى الولايات المتحدة، حيث صوت مجلس النواب على مشروع قانون لمواصلة تمويل وكالات الحكومة الاتحادية حتى 30 أيلول 2013، مما بشكل خطوة أولى نحو احتمال تسوية الأزمة اللي رح تنتهي عند توقف الجزء إلى الخدمات العامة اعتبارا من نهاية أدار. وبيعطي المشروع إدارة الرئيس باراك أوباما مروني بشأن كيفية تنفيذ التخفيضات ببرنامج وزارة الدفاع المطلوبة بإطار اقتطاعات تلقائية بالإنفاق بقيمة 85 مليار دولار بدأ سريانا الجمعة الماضية. من الأخبار إلى جولة البورصات، حيث أنهت بورصة بيروت اليوم الجلسة على استقرار إيجابي بدعم من أسهم سوليدير بي اللي أنهت الجلسة عن مستويات 12 دولار ونص تقريبا. بالخليج، التباين سيطر اليوم ومؤشر سوق دبي كان لقى بعض الدعم من عمليات شراء على أسهم كانت وصلت بالجلسات السابقة لمستويات اعتبرت مغرية، وعم بيسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعات بحوالي 0.5% تقريبا. قلصت أوروبا مكاسبها بعد قرار المركز الأوروبي بعد ظهر اليوم بعدم تغيير الفائدة عند مستوى قياسي منخفض واللي بيبلغ 3.4%، وحافظ على سياسته النقدية كما هي، وعم نلاحظ الاستقرار واضح رغم أنه هنالك بعض الارتفاعات ولكنها خجولة جدا. الأسهم الأمريكية لقت الدعم اليوم من تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة لأول مرة والأسبوع الثاني الأسبوع الماضي بالولايات المتحدة، وعم نلاحظ بعض الدعم والاستقرار بالولايات المتحدة. تراجع الذهب، استرجعت علامات على قوة الاقتصاد الأمريكي المستثمرين على الإقبال على المخاطرة، لكن تكهنات بأن البنوك المركزية راح تواصل سياسة التحفيز المالي كبحة الأسعار. وأونصة الذهب حامت اليوم حول مستويات 1578 دولار تقريبا. أما أسعار النفط فكانت تراجعت مع استفناف تشغيل شبكة خطوط أنابيب خام برنت طبعا ببحر الشمال واللي كان أعلن عنها بعد ظهر اليوم، ارتفاعات بحوالي بمعدل 1% على دبليو تي آي الأمريكي خلال جلسة اليوم. ارتفع اليورو أمام الدولار بعد ما أبقى المركز الأوروبي كما كنا ذكرنا على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقع، كما وأبقت لجنة السياسة النقدية بالمركز الياباني الفائدة عن 0.5%، وقررت عدم ضخ مزيد من السيولة بالاقتصاد، ارتفاعات لليورو دولار القوية بأكثر من 1% لمستويات فوق 1.31 بعد قرار المركزي الأوروبي. لهم وصلنا نهاية جولتنا الاقتصادية. من الاقتصاد ننتقل مباشرة إلى صفحة الرياضية مع الزميل نجيب أحيان.